الناس اللي محتاجة فعل الخير والناس اللي حابة تدير الخير، عنوانكم واحد، وافعلوا الخير الآن. مشاهدي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا بكم معنا في عدد جديد من برنامج وفعل الخير. تعودتم على برنامج وفعل الخير جسرا بينكم أنتم يا أهل الخير وبين من يمر معنا من الحالات، وتعودنا عليكم زراعا للأمل، ناشرين للبسمة. نعود إليكم في هذا العدد من برنامج وفعل الخير حتى نبث عليكم قصص لتقفوا معها ونقف معها جميعا، ونخرجها من المعاناة، من الفقر ربما الذي تعيشه هذه العائلات. سيكون معنا في هذا العدد، تعودتم أنه في الموسم التاسع برنامج وفعل الخير وكل الطاقم يخرج إلى ولايات من الجزائر. سنزور بحول الله هذا الموسم كل الولايات، وكما زرنا ولايات سابقة في الأعداد السابقة، اليوم سنزور ولايتان. في ركن بقية القصة سنعود إلى إحدى القصص التي رويناها لكم من ولاية المسيلة، عائلة تركي الحاج. هذه العائلة اللي مكونة من 7 أفراد، حيث الوالدة مصابة بالسرطان وعندها بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة. كانوا يعيشوا في بيت يعني كارينو، ولكن اليوم لله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المحسنين تغير حالهم إلى الأحسن. وسنزور أيضا ولاية تيسمسيلت، بالضبط بلدية بقايد، لنقف أيضا على إحدى العائلات مكونة من 4 أفراد وتعيش أيضا ظروف اجتماعية وصحية قاسية. وفي ركن بصمة خير سنستضيف جمعية كافي اليتيم، مكتب بلدية مكيرة بولاية تيزي وزو، الذين أرحب بهم وأرحب بكل الحاضرين معنا. عدنا طبعا ضيوف من بيرتوتا جمعية كافي اليتيم، معنا أيضا أعضاء من جمعية رحماء، من مؤسسة رحماء بينهم من الجزائر أو من الجزائر العاصمة، معنا أيضا جمعية كافي اليتيم من ولاية غردايا، ومجموعة من الطلبة الذين نرحب بهم جميعا. مرحبا بكم. طبعا سأكون وحيدا في هذا العدد بسبب غياب الأستاذ رشيد فضيل وأيضا شيخ فزازي بغدادي بسبب ظروف خاصة، سيكونان معنا قريبا جدا، وسنكون معنا طيلة ساعة من الخير بحول الله. إذن نبدأ مباشرة هذا العدد بما يدخل السرور علينا وعليكم. وفي ركن بقية القصة نعود إلى عائلة تركي الحاج من ولاية المسيلة. هذه العائلة اللي كما ذكرت وأسلفت الذكر، الوالدة عندها مرض السرطان، ربي شافيها إن شاء الله ويشافي كل المرضى، وعندها أيضا فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة معاقة ذهنيا وحركيا. كانوا يعيشون في غرفة واحدة مستأجرة، الآن منحتهم السلطات المحلية بولاية المسيلة سكنا اجتماعيا. نكتشف ما الذي تغير في حال هذه العائلة مع الزميلة جودي هدى. برنامج وفعل الخير يعود مرة أخرى إلى عائلة تركي، لكن هذه المرة لينقل الفصل الأخير والجزء المشرق من القصة التي رويت قبل سنة من الآن. فالمكان غير المكان والحال غير الحال. السلطات المحلية لولاية المسيلة استجابت للنداء، ومؤسسة الشروق الخيرية سجلت بصمتها كالعادة، وشباب أبى إلا أن يشارك خالتي جمعة فرح. بعد عملية ترحيل عائلة تركي إلى بيتها الجديد اللي شفناه جميعا، الآن راح نتحدث مع رئيس جمعية واعد الأمل لرعاية ودعم المريض اللي هما نفذوا مشروع مؤسسة الشروق الخيرية مع هذه العائلة. سيمونير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك خويا محمد، عندنا في ولاية المسيلة لهنا ورانا متشرفين بك بزاف بزاف. الله يحفظك. طبعا انتم اشرفتم على تجهيز هذا البيت من اول لاخر، يعني انت وكل اللي راهم حاضرين معنا، ربما البعض يظهر في الصوره البعض لا، في عجاله. احكي لنا كيفاش تمت العمليه. والله اخي محمد، بعد ما اتصلتوا بنا من اجل اعانه هذه العائله، كي احنا كنا حاطينها باللي حكيم العائلات الاخرين، مي كي دخلنا للدار وشفناهم ساكنين في كيما نقولوا بالدارجه في كراج، حالة يرثى لها، يعني الواحد حتى الحاجة تاعو يقضيها في البرد وفي الشتاء، هي منها يستعملوها دوش ومنها حاشاك يستعملوها طواليت، يعني كارثة 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 عظمى.
ويعني فضل المحسنين كثر خيرهم يجودوا لنا بالخير ثاني بزاف، وبفضلكم انتم اللي راكم تسعوا ديما للخير هذا كثر خيركم، والعائله هذه سكنت في دار جديده، والفرحه يعني الفرحه كما هذه راها يعني الناس اكل فرحت بها. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. طبعا انت ايضا انتم اشرفتم على شراء المستلزمات للبيت، على تعرف الاجتماعي في الجزائر ما يمدوش وجه اصلا فرصه، يعني ما يغديش الانسان من الغدوه يسكن. والله يعني حتى كانت فيها تهيئه، يعني دخلنا للعماره لقيناها عاودناها هي تقدر تقول من عند الباب الاول من الفاشات الاولى الشقه، يعني دخلنا العماره دخلنا للشقه لقيناها يعني في حاله شويه ماهيش ما تليقش باش تسكن هكذا، يعني من الفاشات الاولى حتى لابومب الاخرى، يعني عاودنا لانستالاسيون تاع الماء، الارضيه الثانيه عاودنا لها شويه كانت مهمه تريئه، البيبان كلش تقدر تقول دوكا راهي صالحه للاستعمال. الحمد لله وكنا نشوفه ان شاء الله. ربي يجزيك خير ان شاء الله، بارك انت الله فيك. وكل زملائك وزميلاتك اللي راهم حاضرين، وايضا ايضا اللي ما حبوش يبانوا ثاني كاينين مش حابين يبانوا، نعم كثر خيرهم ثاني. ربي يجزيهم ان شاء الله. واعد الامل اللي راسهم سي منير هو وكل هذا الشباب المتطوع، يلا بينا جميعا نكتشفوا الماء واش كاين داخل في البيت. تفضل. لم تصدق السيدة تركي ما يحدث معها، رغم الستار الذي أخفى ملامح وجهها، إلا أن نظراتها اختزلت فرحة كبيرة تغمر قلبها. لحظات رائعة عشناها رفقة جمعة وأبنائها، قضت على 20 سنة من البؤس والمعاناة. اللي راك معيشتونا معيشه يعني في حياتي كامل ما كنتش متخيلتها طول ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدي الافاضل. اليوم في ولايه المسيله طاقم برنامج وفعل الخير جاء ليزور احدى العائلات التي مرت معنا من احد اعرق الاحياء في الولايه اللي هو حي مويلحه. سيده تركي حاضره معنا اليوم هي واولادها. مساء الخير. مساء النور. واش راكي سيده؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله ربي. الحمد لله. شحال عندك ملي مريتي معنا في البرنامج؟ انا في العيام. عندك عام؟ سنه ما شاء الله. تذكرينا بالوضعيه اللي كنتي عايشتها، الحاله اللي كنتي عايشتها. الحاله اللي كنت عايشتها حياه كما نقولوا حاله مستحيله طول، ما كنتش عايشه كاع حياه مستحيله اللي كنت عايشتها مع الطفله المريضه، مع الكره، مع مرضي، مع الدر هذه، مع حياه مستحيله بكل. كيفاش مستحيله؟ مستحيله يعني ما كانش نهار تمنيت حاجه ولقيتها قدامي، ما عشتش يعني كما راه عايشه ناس ربي هذه ابدا، ما كان والو. ده لازمني الكره هذه ديت 20 سنه وانا كاريه، لازمني كل 6 اشهر نحير في 6 ملايين، لازمني نحير في الكره، متحمله المسؤوليه كما نقولوا كلش، لازم الحاجه اللي تخص من راسي. الكره كي تعاز الروح انا اللي نحوس على الكره، انا اللي ندبر دراهم، انا اللي كلشي. طبعا احنا عاده الحالات الايجابيه اللي تمر معنا في البرنامج نزورهم بعد ما تغير حياتهم بشهر شهرين. اليوم رانا عايشين معك الفرحه، نحن كطاقم تاع برنامج وفعل الخير وكل الشباب اللي راهم حاضرين معنا سواء كانوا اعضاء في الجمعيه ولا ربما متطوعين، اليوم راح نعيشوا معك هذه الفرحه. لكن قبل ما نتكلموا على الشيء اللي راح يتغير في حياتك وعلى الشيء اللي كنت تشوفي فيه الان، نعطيك فقط هذا الفيديو عاودي شوفيه. تفضلي. حاج من بلدي، فقر، بؤس ومرض، ثالث تعيشه عائله تركي الحاج من بلديه شبيليه في ولايه المسيله
أم أمهكت بالأعباء والهموم والأحزان، ولم يعد لها ما يكفي من قدرة على تحمل المزيد. نعم سيدة دليلة، سامحينا رجعناك الصور، هذه ربما مؤلمة، مؤلمة حقيقة. يعني قد ما نحكوا على المعاناة نتاعك مناش راح نحسوا بها كما راكي حاستها أنت. سنوات يعني راك تحكي على عقدين من الزمان، أنت الراجل، أنت المرأة مع وليداتك، أصيبتي بالسرطان، ربي يعافيك إن شاء الله ويعافي كل المشاهدين الأفاضل، استأصلوا لك الثدي. معاناة، معاناة كبيرة. معاناة كبيرة. كنت تقولي باللي نهايتها ما هيش تبان، ما هيش تبان المعاناة. كانش كانش يعني ما قد ما حلمت قد ما وسيت نستنى في نهار اللي كما نقولوا يفرج فيها ربي عليا هكذا، من بعدي استخلاص من ذيك الله. نعم خلاص. مريتي معنا في البرنامج، برنامج وفاء الخير، شافوك الجزائريين، كي مريتي معنا كان عندك أمل أنه ممكن حياتك تتغير؟ بصراحة سأقول هكذا، سأقول هكذا. كنتي ما كانش ومن بعد ولات كاين وما كانش ومن بعد ولات ولات نص نص اليوم كثر خير للمحسنين، كثر خير ايضا السلطات المحليه اللي عطاوك هذا السكن، السكن الاجتماعي، رجعوا لك جرعه من الامل ومستعده تبدا حياه جديده ان شاء الله نعيش 100 سنه ان شاء الله مع الحياه اللي راني فيها ان شاء الله ربي يعطيني طول العمر بارك ونعيش مع وليداتي ان شاء الله، نعيش في العز اللي راكم درتوه لي، ربي ان شاء الله يعزكم ويقدركم ان شاء الله ويعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله، ان شاء الله تعيشي سالمه معافاه ان شاء الله بصحتك. ووليداتك ايضا شفنا يعني كثر خيرهم المحسنين، يعني صار عندهم بيت يعني غرفه خاصه، وان شاء الله يكملوا في المسار الدراسي نتاعهم، ربما في هذه الفتره ما كنتيش معتنيه بهم بزاف يعني بصراحه. يعني اصلا ما نقعدش معاهم طول، وعندنا شمبره واحده يعني ما تلقاوها لك ما نقولوا الرقاد للماكله للقرايه ماهيش كافيتنا حتى في حاجه ديك الشمبره. كيفاش كانت نفسياتهم قبل انت ولادك وتعرفيهم؟ عايشين في غرفه واحده، اللباس مرث، يعني غموض في مستقبلهم، كيفاش كانت نفسياتهم؟ نفسياتهم كاع ما تعجبش، يعني كيما هذه انا رحت للمعلمه تاعها قالت لي راها ما تبانش طفله طبيعيه طول، قالت لي ولات كما نقولوا مع اللي يقراوا معاها واللي هكذا، قالت لي ما تبانش نفسيتها كاع نورمال. نعم الان المحسنين اللي عاونوك، الناس اللي دعات لك، واش تقولي لهم؟ واش تخبريهم؟ نقول لهم ربي يجازيهم بالخير ان شاء الله، وكيما داروا لنا دار وفتحوا. مليون ونصف مليون شكر لكل الجزائريين الذين وقفوا مع عائلة تركي، يقفون أيضا مع كثير من العائلات المحرومة التي حرمت ربما الكرامة، ربما التي حرمت الصحة، ولكن الجزائري دائما عنده النيف يقف مع أخوه الجزائري. بارك الله فيكم، كثر خيركم. طبعا رسائل كثيرة ربما شفناها اليوم في هذا التقرير، شفنا ربما عائلة كانت تعيش فاقدة للأمل، اليوم الحمد لله تعيش الأمل، والمرأة بعد ما كانت تتمنى الموت اليوم تتمنى تعيش 100 سنة. إن شاء الله ربي يطول عمرك إن شاء الله، وتتطلعي في وليداتك ويكبروا وليداتك إن شاء الله، ويرجعوا لك الخير اللي يعني اللي درتي لهم، وقفتي معاهم، كبرتيهم، صبرتي معاهم، سهرتي معاهم، وإن شاء الله يجي النهار اللي تقط في الثمرة بحول الله. طبعا راح نسمعوا الآراء الجمهور اللي راهو حاضر معنا اليوم، يعني نختار عينة كمشاهد للبرنامج، مشاهد سابق للبرنامج، معنا الأستاذ الأستاذ منسق الجنوب لجمعية كافي اليتيم، الأستاذ بلكحل عبد الوهاب اللي حاضر معنا وزورنا اليوم من ولاية غردية. مرحبا بك، مساء الخير. مرحبا بك أستاذ محمد، ونتشرف بالحضور في هذا المنبر الجميل والرائع. الله يبارك فيك، اليوم تزامن حضورك مع هذا البلاطو ان شاء الله يعجب المشاهدين وان شاء الله يكون عجبكم. استاذ بلكحل، طبعا انت مشاهد وفي لبرنامج وفاء الخير، يعني بدنا تحكي لنا كمشاهد رايك في يعني في الكونسيبت تاع 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 البرنامج. طبعا انتم الجمعيات انتم موجودين في الميدان، البرنامج ايضا ربما يقدم ماده اعلاميه خيريه انسانيه يشد يده بيد كل الجمعيات العامله في الميدان، فبدنا نسمعوا رؤيتكم لمثل هذه البرامج. بارك الله فيك استاذ محمد، اولا يشرفني اني اكون متواجد في هذا المنبر الجميل والرائع. الانسان لما يتبع مثل هكذا حالات وينشوف امامه الالم يتحول الى امل والى فرحه وسعاده، بصراحة يعني يحس بداخله باللي مازال كاين الخير، وباللي الدنيا مازالها بخير، ومازال كاين الخير في الـ في الـ في البلاد نتاعنا. ويعني أنا من هذا المنبر نحيي كل الجمعيات الفاعلة اللي راها تسعى في فعل الخير، ونحييكم أنتم أستاذ محمد
يعني احنا عندنا كمقوله يقول لك اذا تعبت دير الخير ترتاح. فشيء جميل، شيء جميل لما تشوف يعني امامك حالات وين كانت يعني ربما يعني تعيش الالم وصبحت يعني فرحه وصبحت يعني سعاده، شيء يشجعك ويعطيك الدافع ويعطيك تزيد تعمل وتزيد يعني تروح للامام. نعم، يعني الدنيا مازال هي بخير رغم انه كاين الم، ولكن دائما نعيش بالامل. ومثل هذه الصور التي نبثها للجمهور الجزائري او الجمهور العربي، ماشي باش نقولوا الجزائر فيها الفقر ولا فيها الظل ولا الجزائر مش مليحه، لا، وانما باش نقولوا باللي الجزائر فيها الخيرين وباللي الزوالي والفقير عنده ناس اللي يوقفوا معاه ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ بلك حل، وطبعا أنت وكل مرافقينك اللي قدمتونا اليوم من ولاية غردايا. الشكر أيضا لكل المحسنين الذين وقفوا مع عائلة تركي. شكرا أيضا للجمعية اللي أيضا وقفت معنا في ولاية المسيلة، بارك الله فيهم كثر خيرهم، سكان المسيلة جميعا اللي التقيناهم واللي ضيفونا أحسن ضيافة، جزاكم الله كل خير، هذا ليس غريب على كل مواطن جزائري. إذا نمر مباشرة إلى القصة الأولى في هذا العدد، هي قصة من ولاية تيسمسيلت بالضبط من بوقايد لعائلة بوشربة عبد القادر. هو رب عائلة مكونة من 4 أفراد يعيش في منزل هش. الوالد يعني عامل يومي وراه يعيش في البيت نتاع نسيبه، ولكن عنده بيت باش يكمله ما قدرش منذ سنوات توقف عن بنائه لأنه ما عندوش تقريبا أي مدخول. راح نكتشفوا حالة هذه العائلة مع الزميل خير الدين بن زعرور ثم نعود إلى البلاطو. إلى بلدية بوقايد بولاية تيسمسيلت تنقل طاقم برنامج وفعل الخير لزيارة عائلة عبد القادر ليقف على حجم المعاناة مع الفقر، ضيق المعيشة وقساوة الحياة. اضطر عبد القادر إلى العيش المؤقت في منزل صهره بعدما ضاقت به الدنيا ولم يجد مأوى آمن يلجأ إليه مع عائلته. استقبلنا عبد القادر في المكان الذي يعيش فيه، صدمنا لحجم المشاهد القاسية، مشاهد تعبر عن الحرمان والمأساة في شبه المنزل المعتم تنخره الرطوبة لا معنى للحياة الكريمة هنا. يصارعون البرد القارس في غياب الأغطية والأفرشة وغاز المدينة. عبد القادر السلام عليكم. السلام. شراك بخير. الحمد لله. عبد القادر حكينا على الوضعية الاجتماعية نتاعك، متزوج، قد عندك أولاد، قد عندك من اللي تزوجت؟ عندي 13 سنة، من اللي عندي زوج، من اللي ماتوا لي زوج. ربي يرحم. شحال عندهم اللي ماتوا لك هذا الزوج؟ عندها بكرة في 5 سنين. لا من اللي ماتت الله يرحمها. قلت لي واحدة ماتت في عمرها 5 أشهر. ما شهر ما شهر بك شهر مني والأخرى شحال؟ الأخرى ربي يرحمها مني بدل. نعم ربي يرحمهم إن شاء الله، ربي يعود الخير إن شاء الله. إن شاء الله. من اللي تزوجت 13 عام اللي تزوجت وين كنت ساكن أنت عبد القادر؟ كنت في العين عنتر. كنت كاري ولا؟ لا مش كاري، طبعا من نتيبي. يعني من اللي تزوجت وأنت ساكن عند نسيبك؟ من نتيبي. 13 سنة وأنت ساكن عند نسيبك؟ من 2012 من انتقل عنده. العائلة تعيش وضعاً مادياً صعباً، فعبد القادر يشتغل حمالاً، يعود في الكثير من المرات إلى المنزل فارغ اليدين، لا يقدر حتى على توفير الخبز وأكياس الحليب لعائلته. وش تخدم أنت عبد القادر؟ وش خدام؟ خدم حمال عند شاب. خدام تاع عند يعني عامل يومي بسيط. الشيء اللي دخله راهو كافيك؟ راهو كافيك في الدار مع العائله تاعك مع اولادك؟ كافي الحمد لله. ما كيبان. نعم. شحالك تدخل في الشهر عمي عبد القادر؟ شحال زعما؟ يما واحد طال يما نخدم عنده بصح طال 2 ملايين
ربي يأجره إن شاء الله. خاطر شاتني من عنده ومن عنده. ولادك كيفاش راهم يلبسوا؟ منين راه يجيهم؟ منين راك توكل فيهم؟ زوجي بلاي ما تكفيش. لا ما تكفيش. لا تكفيش. كيفاش راك عايش مع وليداتك؟ عايش الحمد لله مع ربي مع ربي سبحانه عايش. ياكلوا يشربوا يرقدوا. الحمد لله لأنه قاعد بتاعهم ما كاين بيته ما كاين بلا شيء. أنا ما عنديش أنا نلبس. ما كاينش منا نشري ولا غادا حاجة. ولأن الخير لا يزال ينبض في قلوب الخيرين، تبرع أحد المحسنين من جيران عبد القادر بقطعة أرض ليشيد عليها منزلاً آمناً يأوي إليه مع عائلته. عطاءات أهل الجود والكرم كانت حاضرة. استطاع عبد القادر بفضل المساعدات المادية أن يصل إلى هذه المرحلة من إنجاز المنزل. قلت لي باللي كي تزيرت عليك كاين بعض الناس اللي حبوا يعاونوك، كاين واحد عطاك قطعة أرض وحكي لنا حكي لنا. إيه واحد عطى لي قطعة أرض وواحد عطى لي قال طلع عاوني غير بزاف، عطى لي عاوني غير بحاجة حاجة. واحد عطى لي شري حديد وشري لي بريك وشري لي وشري لي حاجة حاجة. ما شاء الله، يعني الدار اللي رانا ساكنين فيها هذه كاين إنسان كثر خيره بارك الله فيه ما حبش يبان في التلفزيون، هو تبرع لك بقطعة الأرض، وأيضا بني عمك هنا وبعض الجمعيات هما ساهموا باش الحكت للمستوى اللي راك فيه. شحال من عام وأنت تبني في هذه الدار؟ هذه أنا عندها 4 سنين وهي هناك. شحال؟ 4 سنين. 4 سنوات، دروك حبست خلاص ما قدرتش تكملها. ما قدرتش نكملها. أنت تواصلت معنا في برنامج وفعل الخير. نعم. وش راك متمني؟ وش اللي في خاطرك؟ عبد القادر بسبب الفقر والمرض فقد 2 من أولاده. عندما سألناه ماذا تحلم صمت قليلا ثم انفجر باكيا، وما أقساها دموع حينما يبكي الرجل من شدة الحاجة والفقر. معليش عبد القادر، إن شاء الله هذا آخر البأس وآخر الحزن إن شاء الله بحول الله. عمي عبد القادر كي جينا نفتحوها بديت بخيت، خلاص إن شاء الله راهي فرجت إن شاء الله بحول الله. مادام اليوم راك في برنامج وفعل الخير الجزائريين راهم يشوفوا فيك إن شاء الله، ما رايحيش يخلوك إن شاء الله. أنت فعلا محتاج، سقسينا الناس هنا دلونا بلي الإنسان هذا إنسان طيب، إنسان زوالي، إنسان سوفر في حياته صح، سوفريت في حياته، فقد زوج من الأبناء، ولكن ربي ما فيه غير الخير، ربي منعك حتى يعطيك، بلكن نهار اللي ماتوك وليداتك ولا سوفرونس هذه كنت تقول بلي خلاص تغلقت عليا ما كانش الحل، ولكن إن شاء الله جاي الفرج إن شاء الله، الجزائريين ما راحش يخلوك إن شاء الله، كما ما خلوش الناس اللي فاتوا معنا في الحلقات الماضية ما راحش يخلوك إن شاء الله. نخلوكش بحول الله وربي سبحانه ما فيه غير الخير. انت اليوم تواصلت معنا في برنامج وفعل الخير، الفريق كامل راهو موجود هنا، وش اللي في خاطرك؟ علاش عيطت لنا؟ جينا اليوم باش نوصلوا صوتك للجزائريين. وش اللي في خاطرك؟ وش هو اللي في خاطرك؟ وش راك حاب؟ نحب تعاوني، نحب تعاوني، نغطي كنغطيهم نغطيهم، وانا ندخل ولادي في الدار، ولادي باي في الحوض نتاع باي في الحوض. إن شاء الله أبشر خيرا إن شاء الله. زوجة عبد القادر تلخص حجم المعاناة في هذا المسكن الضيق صيفا وشتاء، تحلم بسقف آمن، تطلب يد العون من أصحاب الضمائر الحية أن يرأفوا لحالهم يساهموا في إكمال أشغال المنزل. أنت 13 عام وأنت بلا دار. بلا دار. كيفاش فوتوا السنوات هذو؟ رانا نشوفوا البرد الان فوتنا بصح كي تصب النو اللي تصب برد تبقى الداخل. هما كاع المهنيين اللي هنايا وانا نسيق نسيقوني شوف نخرج لك الماء، كون تجي تصب النو تشوف الحاله. نعم،
ولادك كيفاش كبرتيهم؟ عندك ولدك في عمره 11 عام والطفل راهي في 5 سنين، كيفاش كبروا؟ كيفاش كبروا؟ بالمزيريه، ما نكذبش عليك، بالفكاب ما نكذبش عليك. ولادك الان عندك الطفل الكبير راهو يقرا في المدرسه، الطفل راهي قريب عندها 4 سنين، كيفاش راكي تلبسوا فيهم؟ راكم تاكلوا فيهم؟ الشهريه اللي راهي يدخل فيها ماشي شهريه، راهو خدام عامل يومي، ما تكفيش ما تكفيش ما تكفيش والله ما تكفيش. معاونيني الناس، ما نكذبش عليك، معاونيني الناس، الناس هما اللي يرفدوني. ولكن معاونينك الناس ما راهمش عاطينك ابونمون ولا شهري، يعني نهار يمدوا ونهار ما يمدوش. ايوه نهار يمدوا ونهار ما يمدوش، خمن لك كاش. وليت انا نهضر عليه، وليت انا نجري عليه. نعم، ان شاء الله خير. شفنا ايضا بنتك الصغيره ما شاء الله هذيك عندها تاخر في النطق. اي قلتي لي بلي انه ما عندكمش دراهم، ما قدرتوش تدوها للطبيب يتبع معاها. ما عندناش دراهم نتبع للطبيب، لا غير كما هذه اللي راحت لي فين ما عنديش دراهم ضاعت لي. بان يجري ضاعت لي حتى طفرت. ابشري خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يفتح عليك ان شاء الله. وانا اللي جريت وانا اللي هدرت. نعم ان شاء الله. احنا كنا الان مع الزوج تاعك والله غير يبكي بالدمعه. قال لي عانينا احنا. عانينا صح صح. قال لي 13 عام، قال لي واش فات علينا؟ قال لي ما نقدرش نحكيه لك. قال لي كامل مخبي. صح. دمعته طاحت قبيله. صح صح. ما نقدرش عليك. ان شاء الله خير، ابشري خير. ان شاء الله ربي يفتح عليك ان شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم وعلى ربي. جمعية الهلال الأحمر تابعت عن كثب وضعية هذه العائلة، هم الآن شركاء مؤسسة الشروق الخيرية في الميدان. ننتظر دعمكم يا أهل الخير لتباشر الجمعية عملية استكمال تشييد المنزل ويكون في أبهى حلة لتعيش فيه عائلة عبد القادر بأمان وسعادة. اليوم زرنا عمي عبد القادر. مرحبا بكم. وشفت الوضع اللي يعيش، الوضع الاجتماعي، يعني يعيش ظروف اجتماعية صعبة، ما عندها شهر ولا شهرين، يعني عندها سنوات. إن شاء الله اليوم جاء الفرج عن طريق الجزائر إن شاء الله، طريق أهل الخير إن شاء الله. وبرنامجه فعل الخير وين يروح يكون عنده شركاء من الجمعيات. اليوم إن شاء الله راح تكونوا أنتم شركائنا إن شاء الله، باش نغيروا وضع عمي عبد القادر وكل عائلة إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى. عمي عبد القادر كما راكم شفتوا الحالات حالة مزرية جدا. احنا كمجتمع مدني حاولنا باش نعاونوه، لكن عمي عبد القادر ما كانش عنده وين يبني ولا كذا ولا جا محسن كثر خيره، اعطاه قطعه الارض هذه ولينا مع اهل الخير والناس المحسنين. حاولنا باش نبنوا له السكنه هذه، قلعنا بدينا كما راكم تشوفوا، بدينا نلايموا مع اهل الخير، واحد بريك واحد حديد واحد سيما. وصلنا للحد اللي راكم تشوفوا فيه، ما قدرناش نكملوا بعد صعابه مع كورونا، مع المشاكل اللي راهي صاريه على كل. هي من قبل الكورونا، ولكن كورونا زادت كملت على الشيء كاع. عمي عبد القادر ديما يقصدنا مسكين، يقول لك شما تعاونوني كشما كذا، وحنا مع كثره الطلبات، مع ان المنطقه شويه معزوله، منطقه فقيره، ما عندناش معناتها ناس ممولين ولا رجال اعمال ولا كذا، معناتها غير اهل الخير محسنين، واحد شويه 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 هكا قدرنا نوصلوا لهذا الشيء اللي راكم تشوفوا فيه. قصدناكم باذن الله، ان شاء الله تقدروا تفرحوا عمي عبد القادر، ان شاء الله فضلكم يعيش ان شاء الله. ان شاء الله تتعاونوا جميعا ان شاء الله يعني. البرنامج انتم إن شاء الله. والمحسنين المشاهدين ان شاء الله الفاضل، ونغيروا له حياته ان شاء الله يا ربي. ماذا بنا؟ خطوه صغيره على تحقيق حلم عائله عبد القادر. عودتمونا يا اهل العطاء ان لا شيء اسمه مستحيل عندما يتعلق الأمر بالوقوف مع الضعفاء والفقراء في المجتمع. إذن كانت هذه حالة عائلة بوشربة عبد القادر من بلدية بقايد ولاية سمسيل. لا شك أن الصور تحاول أن تنقل المعاناة، تحاول أن تنقل المأساة، ولكن رغم ذلك ربما لم نستطع أن ننقل كل شيء، لم نستطع أن ننقل معاناة عمرها 13 سنة، يعني زوج وزوجة مع ابنان يعيشون في بيت يعني لا يصلح للسكن، رغم محاولات سكان المنطقة أنهم يعاونوا عمي عبد القادر، ولكن للأسف لحقوا
نقول واحد الحد ما قدروش يكملوا، ولذلك نراهن على سخاء الجزائريين، على كرم الجزائريين، أن نضعوا جميعا يدينا في بعض حتى نحاولوا أو نساعد إن شاء الله، نساعد عائلة بوشربة عبد القادر. كما شفتوا عبد القادر يحتاج الآن إلى استكمال البيت إن شاء الله، تهيئة نتاعو حتى يسكن هو والعائلة نتاعو إن شاء الله، وسيكون ذلك قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم بمساعدتكم وسخائكم من يريد أن يساعد عبد القادر ما عليه إلا أن يتواصل عبر الأرقام الهاتفية التي نضعها لكم أو عبر الحساب البريدي الجاري، والله لا يضيع أجر المحسنين. نمسحوا دموع عبد القادر ونرجعوها إن شاء الله بسمة وسعادة عليه وعلى كل العائلة نتاعه بحول الله. إذن ركن بصمة خير كما ذكرت في بداية الحلقة نستضيف فيه جمعية كافي اليتيم من ولاية تيزي وزو من بلدية مكيرة، طبعا نستقبله رئيس الجمعية سيد رحمي علي، ولكن بعد ما نشوفه هذا التقرير الذي يسلط الضوء على أهم الأنشطة التي تقوم بها الجمعية. حينما تتحد سواعد الشباب وتمتزج الإرادة بثقافة العمل الخيري، يتنثر الإبداع ليصنع لوحة فنية رائعة تحمل إشراقات جديدة للأرملة واليتيم. جمعية كافي لليتيم مكتب بلدية مكيرة بولاية تيزي وزو وكباقي فروع ومكاتب الجمعية المنتشرة عبر مختلف الولايات تسطر برنامجاً خاصاً بالأيتام والأرامل على غرار تنظيم خرجات استجمامية ونشاطات وألعاب لفائدة الأطفال الأيتام، كما نظمت حفلات ختان ودورات في كرة القدم خصصت خلالها جوائز تحفيزية حرصاً منها على غرس منطق العقل السليم في الجسم السليم. نشاطات أخرى تضاف إلى رصيد الجمعية منها الخرجات الميدانية إلى قرى ومداشر تيزي وزو وتخصيص قفف شهرية للعائلة الفقيرة، ولعل أهم ميزة تعرف بها المنطقة ما يسمى بالوزيعة، وهي عادة دأب عليها سكان المنطقة حرصا منهم على إلاء أهمية كبيرة للفقير. جمعية كافي لليتيم مكتب مكيرة هدفها إرساء مبادئ وأسس العمل الخيري، وشعارها معا من أجل مسح دمعة يتيم، ليبقى اليتيم والأرملة محل اهتمامها ومحور نشاطها منذ وجودها وطيلة فترة نشاطها. إذن كانت هذه مجموعة من الأنشطة ومجموعة من الصور لأنشطة جمعية كافي اليتيم مكتب مكيرة بولاية تيزي وزو. كما كان الأجداد الأسلاف دائما على الطريق، نستقبله سيد رحمي علي اللي هو رئيس المكتب البلدي لمكيرة. مرحبا بك سي علي. الله يسلمك. أولا نشكر قناة الشرق تي في على هذه الاستضافة الطيبة، ونشكر كل المحسنين الذين وقفوا على هذه مع هذه الجمعية، ونشكر كل حضور اللي راهم معنا. شكرا لك سي علي. طبعا جمعية كافي اليتيم هي جمعية معروفة منتشرة عبر ربوع الوطن، بدنا أيضا يعني بدنا تحكي لنا متى أسستم المكتب البلدي تاعكم؟ المكتب البلدي لكافي اليتيم كراء بدأ نشاطه سنة 2014 مع أستاذنا الذي نترحم عليه من هذا البلاطو، بلاطو فعل الخير، السيد أحمد إباري ربي يرحمه. نعم ربي يرحمه. هو اللي بدأ العمل، هو مع أحد الأعضاء اللي راهم حاضرين معنا اللي راهو نائب رئيس ذوك السيد معلم مراد، هما الفضل يعود لهم أولا، الله الفضل يعود لله عز وجل، ثم الفضل لهم، هما سبب تأسيس هذه الجمعية في هذه البلدية. وترسمت الجمعية سنة 2016. نعم في 2014 بدأ العمل، 2016 يعني تحصلتم على الاعتماد وصرتم جمعية معتمدة كمكتب بلدي. عادة نعرف الأنشطة اللي تقوم بها جمعية كافي اليتيم، وش تديروا انتم أيضا؟ جمعية خيرية لكافي اليتيم عندها عدة نشاطات، منها القفة الشهرية للأرملة واليتيم، وعندها قفة رمضان، وقفة شتاء دافئ، والحقيبة المدرسية، والإفطار الجماعي لفائدة الأرامل والأيتام، والخرجات الترفيهية لفائدة الأيتام، وعندها عدة نشاطات. وهناك نشاطات يعني كما نقولوا يا تأتينا فجأة، يعني كما ترميم منازل الأرامل
وفيها عدة نشاطات. نعم، تتكلم على القفة، القفة شهرية تمدوها للعائلة، تشحال عدد كم من عائلة؟ عدد الأرامل اللي متكلفة بها الجمعية، جمعية كافي اليتيم لبلدية مكيرة، العدد يفوق 320 عائلة، وهذا في أربع بلديات. عندنا بلدية تيمزريت ومكيرة أيت يحيى موسى وبلدية تيزي غنيف، عندنا أكثر من 320 أرملة. نعم، وش نوعية هذا التكفل بالعائلات؟ وش تتكفلوا بالضبط؟ الجمعية الخيرية كافية اليتيم تتكفل بالعائلات من حيث القفة، القفة الشهرية، ومن حيث الملابس والحقيبة المدرسية، وكان أحيانا الجمعية تتكفل بترميم بيوت للأرامل، خاصة أن المنطقة التي نعيش فيها هي منطقة نائية. منطقة نائية، والبلدية هي أفقر بلدية في تيزي وزو، بلدية مكيرة. نعم، علاش خيرتوا تكونوا أنت وزملائك هنا؟ علاش خيرتوا كافي اليتيم؟ علاش خيرتوا أنكم تكفلوا اليتامى والأرامل وما خيرتوش مجالات أخرى وهي مجالات مقبولة، يعني الرياضة، الفن، الأدب؟ علاش كفالة اليتيم؟ نعم، نظرا لكون المنطقة هي منطقة فقيرة، أغلب سكانها هم سكان فقراء، وخاصة الأرامل. الأرامل في بلدية مكيرة لكي تنتقل من بلدية إلى تيزي وزو مركز يعني لازم لها على الأقل 500 دينار جزائري لكي تنتقل إلى، وكل ظروف المعيشة في بلدية مكيرة هي ظروف صعبة جدا. ما من ناحية مثلا في فصل الصيف الماء في بلدية مكيرة يجيك خطرة في شهرين ولا في ثلاث شهور، يجيك مرة واحدة في ثلاث شهور، يعني الأرملة تضطر لشراء مام صهاريج الماء، يعني هي يعني ضروريات الحياة، ضروريات هي ما كاش يعني صعيبة، وصعيبة جدا عليها. جدا نعم. الأرملة ولات يعني مام النقل المدرسي مثلا في بلدية مكيرة أغلب المناطق ما عندهمش النقل المدرسي، يعني تولي الأرملة هي اللي تصرف على أولادها باش يتنقلوا للمدرسة، يا ظروف صعبة جدا جدا. نعم، يعني ربي أجركم، اللهم ربي أجركم إن شاء الله. نعرفوا أنه التكفل ب 300 أو أكبر من 300 عائلة من ناحية الملبس وربما القفة الشهرية هو عملية صعبة جدا. منين راهم يجيوكم الموارد يعني؟ والله من هذا المنبر نحيي كل، من هذا البلاطو نحيي كل المحسنين اللي راهم واقفين مع الجمعية والجمعيات الأخرى اللي راهي ناشطة في الميدان. أغلب الإعانات راهي جينا من خارج المنطقة، لأن المنطقة منطقة بلدية مكيرة ليست لا منطقة فلاحية ولا منطقة صناعية، وليس عندها أي، ما عندهاش الممولين. المنطقة راهي تعتمد على الإعانات من خارج المنطقة، راهي جينا من بعض الجمعيات اللي نشكرهم، جمعية المؤسسة الخيرية رحماء بينهم، وكانت مقبل جمعية جاك الخير اللي راهي تنشط في ولاية تيزي وزو، ما المكتب الوطني للجمعية، الجمعية كافي اليتيم اللي راه يقدم الإعانات، وكاين محسنين من خارج الوطن اللي راهم في الغربة ثاني راهم يقدموا إعانة للجمعية الذين هم نشكرهم من البلاطو. إن شاء الله ربي أجرهم إن شاء الله ويجازيهم خير إن شاء الله. مع اجتياح يعني جائحة كورونا نقصت الموارد على رجال الأعمال، على المؤسسات، على الخيرين، ولا شك أنها أيضا نقصت عليكم أنتم كجمعية.